مرحبا أدهم. شفتوا كيف خلال السنوات الماضية إحنا ما نثق بالصور اللي مشهورة بالإنترنت؟ أي صورة تطلع أي شيء يصير كل العالم تقول فوتوشوب فوتوشوب فوتوشوب، يمكن بدوا يبطلونها مؤخرا شوي بس ما زالت موجودة وانتشر هذا الموضوع، ما عاد أحد يصدق الصور. نفس الشيء الآن قاعد يصير مع الفيديوهات أو راح يصير قريبا، وهذه مشكلة بحد ذاتها لأنه حاليا إحنا نثق بالفيديوهات كثير. ما ندري كم بيجلسون الناس يستوعبون، أو كم بيجلسون سنة الناس عشان يستوعبون أنه نفس الموضوع راح يصير للفيديوهات، وكم بيجلسون سنة عشان يقتنعون أنه حتى الفيديوهات يمكن التلاعب فيها وليست بالضرورة أنه فيديو معناته حقيقة. خليني أشرح لك إيش الموضوع. في تقنية موجودة من سنوات لكن الآن بدأت تتطور وبدأت تنتشر أكثر، يسمونها بالديب فيك مؤخرا. هي جالسة تتطور سنويا، وهي تقنية تخلي الأشخاص في الفيديوهات يسوون أشياء أو يقولون أشياء في هذا الفيديو هم ما قالوها أو ما سووها في الواقع. ومع كل سنة التقنية قاعدة تتطور ويصير أصعب تعرف إنه هذا الفيديو هو مفبركة أو لا. المشكلة الثانية إنه مع الوقت قاعد يصير أسهل على عامة الناس إن تسويها وتخلي شخصيات عالمية أو شخصيات عامة يقولون كلام ما قالوه، وهالشيء سووه على كثير شخصيات، سووه على مارك زوكربيرغ، أوباما وغيرهم من الشخصيات العالمية. بل إن العام الماضي وصل برنامج لعامة الناس يساعد إنهم يسوون هذا الشيء، ومع الوقت راح يصير أي شخص يقدر يستخدمه تماما مثل فوتوشوب، مو بلازم تكون شخص متخصص. لما نشوف فيديو أوباما اللي هو واحد من أشهر الفيديوهات في هذا المجال، هذا الفيديو أول ما شوفوا في ناس عرفوا بأنه هذا الفيديو مفبرك غير حقيقي، لكن المشكلة أنه في ناس آخرين ما قدروا يميزون هذا الشيء وما قدروا يعرفون أنه مفبرك، وهذه هي بداية التطور. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we... بالمناسبة فيديو أوباما هذا اللي شفته تم صناعته بواسطة هذا التطبيق اللي هو منتشر وأي واحد يقدر يسويه العام الماضي 2018. فلك أن ترى كيف تطبيق منشور للعامة يقدر يقدم هذه الجودة الكويسة جدا. في فيديو آخر مستوحى من Game of Thrones لأحد المشاهد واللي انتشر كثير، خليكم مع المقطع. Time for some apologies. I'm sorry we wasted your time. I have more lines in this video than I had in the last season. I'm sorry, when the Starbucks cup is the smallest mistake, we take the blame. وعلى فكرة المشكلة الحقيقية انه كلا الفيديوين سواء أوباما ولا الثاني ليست هي الفيديوهات الأكثر احترافية، احترافيتها حلوة لكن ليست الأكثر. فهذا مثلا من برنامج كونان كان فيه لقاء مع شخص، لقاء حقيقي، الناس حرفوه. ما أتوقع أنك تقدر تعرف أنه في شيء مو حقيقي بهذا المقطع، خصوصا لو كنت ما تعرف الشخص، وهذا اللي راح يصعب، أو ما تعرف عاداته وهذا راح يصعب الموضوع أكثر. طيب خلينا ننقل الموضوع على قولتهم إلى Next Level، المرحلة التالية. أبسط شيء ممكن يصير أنه يجونك عامة الناس وقد يعدلون فيديوهات ويطلعون فيديوهات على شخصيات عامة، لكن فكر فيها على نطاق أوسع شوي. مع الحرب والهبل المنظم اللي قاعد يصير الآن في السوشيال ميديا، في فيسبوك وتويتر وبكل السوشيال ميديا، ضع في بالك ماذا لو كان في جهات أو منظمات معينة تنظم فيديوهات كثيرة، عشرات الفيديوهات، لا بل مئات الفيديوهات، عشان تقنعك بشيء معين لا وجود له، عشان تقنعك أنه أشخاص قالوا أشياء ما قالوها أو سووا أشياء ما سووها. مئات الفيديوهات تنتشر. لو تعلمنا من التاريخ فإنه للأسف مئات الفيديوهات هذه اللي راح تنتشر راح تصنع بلبلة وراح تقنع الكثير بأنه هذا الشيء حدث بالفعل وهو لم يحدث. وكذلك لو تعلمنا من التاريخ دائما الإشاعات تنتشر أكثر من الحقيقة للأسف. أتوقع أن ممكن نعاني شوي مع الموضوع، ولا تدري، لا مو شوي، راح نعاني كثير مع الموضوع السنوات المقبلة لين عامة الناس يدرون بأنه الفيديوهات لا يمكنك الوثوق بها تماما مثل الصور. طبعا تقنية ديب فيك تطورت كثير وكل سنة قاعد تتطور أكثر، إلى درجة أنه مهم بس يعدلون فيديوهات، إلى درجة أنه أصلا صاروا يصنعون شخصيات وأشكال حقيقية لا وجود لها بالواقع. هذه الشخصيات اللي موجودة الآن قدامك هي صور لناس حقيقيين أو تحس أنهم حقيقيين بس هم ليسوا حقيقيين، هذولا ما هم موجودين في الواقع، يقدرون يحركونهم، يقدرون يخلونهم يتكلمون ويعطونهم صوت ويعطونهم شبه روح تقريبا. بالتالي
ما هو بس لما نشوف فيديو راح نشك هل هذا الشخص تكلم وقال هذا الشيء أو لا، بل لازم نشك هل هذا الشخص أصلا له وجود بالواقع، هل هذا الشيء حقيقي ولا هو مخترع بالكامل من الصفر. وهذه هي مشكلة الديب فيك اللي قاعد تتطور سنويا. طبعا على فكرة في ناس استخدموا الديب فيك باستخدامات مختلفة، في الاستخدامات اللي تكلمت أنا عنها، وفي استخدامات بعضها معوقة صراحة، نعم معوقة ومتخلفة ما لها أي معنى. مثلا أنه يأخذون صور شخصيات عالمية موجودة بالإنترنت ويعدلون عليها عشان يخلونهم مفصخين، والذكاء الاصطناعي يحاول يدرس هذه الصور ويحاول يخليها قريبة من الواقع قدر الإمكان. يعني بالنهاية هذا شيء حقيقي وللأسف أنه موجود بالواقع ولازم نعترف بوجوده للأسف، ولو كان شيء غبي. هذا أقل وصف ممكن أوصفه فيه صراحة. ولاية فيرجينيا أعلنت اليوم فعليا بوقت تسجيل هذا الفيديو بأنه أخيرا أصدروا قرار حظر استخدام هذه التقنية، وفي عقوبة على أي شخص استخدم هذه التقنية سجن لسنة كاملة بالإضافة إلى غرامة قدرها 2500 دولار. ولعلي شخصيا أشوف عقاب بسيط مقارنة بالأضرار ومقارنة بالأشياء السيئة اللي ممكن تقدمها هذه التقنية صراحة. ويبقى السؤال، أو ربما يبقى السؤالين، مو بالسؤال الواحد، هل دولنا ممكن أن تتخذ أي خطوة حيال هذه التقنية عشان تسيطر عليها عشان ما تنتشر إشاعات الفترة القادمة؟ والسؤال الثاني المهم أيضا، إيش وضع الفيديوهات الفترة المقبلة في القضاء وفي المحاكم وفي هذه الشغلات؟ طبعا هي تختلف من دولة لدولة، لكن هي أسئلة لازم نحطها في بالنا. وشركة أدوبي اللي هي الشركة التي تصنع فوتوشوب أعلنت بأنه عندها برنامج راح يعدل فيديوهات راح تنشره للعامة على غرار أو مثل فوتوشوب، لكن راح يكون للفيديوهات. الظاهر أننا في ورطة رسمية. إذا عجبت الحلقة لا تنسى تنشرها لأصدقائك، أعطينا لايك على الفيديو، هذا شيء يهمنا كثير، يهمنا دعمكم وأشكركم على دعمكم مقدما. أنا أدهم، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم، أتمنى أن قدمت لكم شيء مفيد وممتع. مع السلامة.